ورجعنا لكم مرة تانية مع العباقرة، وهفكركم بالنتيجة. خديجة يوسف 115، فضل الحديثة 45، وفضل عندنا تغيير تاني. منة الله أسامة نزلت مكان مي عادل. الحمد لله على السلامة يا منة. الله يسلمك. نازلة في أهم وأصعب فقرة. ومن خديجة يوسف فاطمة رجعت تاني مكان نانسي. أهلا يا فاطمة. جاهزة يا فاطمة؟ إن شاء الله. ودلوقتي مع أهم فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ضربات الجزاء نفس فقرة الموسم الثاني، مجموعها 25 نقطة. مدرسة واحدة بس هي اللي هتكسب ال 25 نقطة كاملين. وقبل ما نبتدي ضربات الجزاء، عايز أقول لرحمة ياسر، رحمة ياسر 65 نقطة، أفضل لاعب لغاية دلوقتي. ومن مدرسة فضل الحديثة منار محمود ب 35 نقطة. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء، وهيبقى معايا حد من كل مدرسة، منة الله ومنار، وهنشوف مين اللي هيحرز أول هدف. ازيكم؟ الحمد لله. جاهزين؟ إن شاء الله. هنخلط الورق ونشوف هنسأل في ايه؟ أدب. والسؤال هو، ما هي اللغة الأصلية لرواية البؤساء؟ فرنش. فرنش، الفرنسية. إجابة صحيحة، أول هدف. هارناك يا منا، أول هدف من منار. ومعايا فاطمة، اتفضلي يا فاطمة. أول هدف من فضل الحديثة، منار أحرزت أول هدف. جاهزة يا فاطمة؟ إن شاء الله. جغرافيا، والسؤال هو، ما هي أكبر بحيرة نهرية في العالم؟ أكبر بحيرة نهرية في العالم. 5 ثواني. فيكتوريا. فيكتوريا يا فاطمة. الهدف الأول. برافو فاطمة، تفضلي. تفضل يا شريف. هدف مقابل هدف. خديجة يوسف هدف، وفضل الحديثة هدف. ازيك يا شريف؟ الحمد لله. جاهز؟ إن شاء الله. هنشوف هنسأل في ايه؟ معلومات عامة. والسؤال هو، كم عدد الدول العربية التي تستخدم الريال كعملة رسمية؟ إجابتك؟ 4. طب هم ايه الأربعة؟ السعودية و اليمن. السعودية واليمن بقوا 2، فاضل 2. قطر كمان. وسلطنة عمان. إجابة صحيحة. الهدف الثاني منة الله، اتفضلي. الهدف الثاني من خديجة يوسف، وبكده هدفين مقابل هدف. وفاطمة ما بتهزرش، أحرزت هدفين. يا الهدف الثالث يا الهدف الثاني، ونتعادل. قدرات ذهنية، والسؤال هو، 6 7 على 7. 6 7 على 7. فاضل 3 ثواني. 6-1. 6-1 الهدف الثاني. هدف مديمة، 6-1 الهدف الثاني. هدفين مقابل هدفين. رحمة، اتفضلي يا رحمة. برافو يا منة. برافو. برافو. في وقت قياسي، وهنشوف السؤال الجاي في ايه. قدرات ذهنية، والسؤال هو، 10 في 100 في 1000 يساوي. اجابتك؟ 10 5 أشهر 100 ألف. اولا اللي انت عملتيه ده غلط. ليه؟ لانه كانش عندك الاجابة صح يا رحمة. لا، 100 ألف. انا حسبتها 100 ألف. اجابة خاطئة. انا دوست على البازر دي يا جماعه. وانت بتحاول تدوس على البازر، وانت بتدوس على البازر والاجابه مش عندك. ابيض. اجابتك، دوس على البازر. اجابتك. مليون. مليون الهدف الثالث. الهدف الثالث مليون.
برافو عليك يا منى، الهدف الثالث. برافو يا منى. انا مش مصدقه ان انا غلبت رحمه بصراحه وخدت منها البازر على طول في الاجابه. انا من متابعتي الرحمه من الموسم اللي فات، انا عارفه ان هي دايما كان خصم لا يستهان بيه بالمره. لبنى اتفضلي يا لبنى، 3 أهداف مقابل هدفين. يا رب. جاهزه يا لبنى؟ ان شاء الله. يا الهدف الرابع يا تعادل. فنون، والسؤال هو: ما جنسية الممثل العربي إياد نصار؟ سوري. لبنى سوري، إجابة خاطئة. آخر هدف جالك وهتخمني. خمني. لبناني؟ اللبناني الأستاذ ميلاد أبو الوعد المخرج بتاع البرنامج بتاعنا هو اللي لبناني، نحييه كلنا. أما إياد نصار الممثل فهو أردني. إجابة خاطئة يا منة الله. ركزوا عشان يا الهدف الرابع يا الهدف الثالث. علوم، والسؤال هو: ما هو الحيوان المائي الذي له 3 قلوب؟ الأخطبوط. الأخطبوط. أنا دست أول. التخبيط ما بيجيبش نتيجة، الدوس هو اللي بيجيب نتيجة، فبقت في الآخر حظ بينكم. والأخطبوط الهدف الثالث. هاد لك يا منة، هاد لك، هاد لك. كان فرق ما بيني وبين الهدف الرابع 25 نقطة، حاجات بسيطة جدا بس الحمد لله. عبد الرحمن، اتفضل عبد الرحمن. 3 أهداف مقابل 3 أهداف. عبد الرحمن ولبنى، لبنى وعبد الرحمن. السؤال الجاي ب 25 نقطة. آخر سؤال في ضربات الجزاء. تاريخ، والسؤال هو: في أي قرن تم الانتهاء من بناء برج إيفل؟ 20. قرن 20. لبنى خدت الريسك وقالت القرن 20. القرن 20 يا الهدف الرابع يا عبد الرحمن هياخد فرصته ويجاوب. لبنى إجابة خاطئة. عبد الرحمن عندك إجابة؟ دوس على البزر. عبد الرحمن. القرن 19. القرن 20 القرن 19. القرن 20 غلط والقرن 19. عبد الرحمن انت ما جبتش على ولا سؤال النهارده، واول مره تدوس على البازر. غريبه جدا، اول مره تدوس على البازر ب 25 نقطه. هدف الرابع، هدف الرابع. القرن 19 الاجابه صحيحه. برافو عبد الرحمن. عبد الرحمن خطف اخر سؤال واحرز الهدف الرابع، عشان كده بقى عايز تبقى لعيب كوره بقى، الهدف الاخير في الثواني الاخيره. برافو عبد الرحمن. مباراة قوية. داخل قلقان جدا ان انا خلاص اخر واحد، كنت جاوبت غلط سيبها خلاص، مفيش امل ان احنا نكسب. وكنت اول ما تطلع بدر كنت خايفة بصراحة. احنا توتر برضه لعب معانا دور. احنا بعد ضربات الجزاء رجعنا للمباراة. مدرسة خديجة يوسف منافس قوي جدا. يعني فرق الأداء ما بين خديجة يوسف الموسم الثاني والموسم الثالث فرق كبير جدا. لما طلعت كنت حاسس برضه ان لسه في امل. ودلوقتي انا واثق ان المباراه دي بتاعتنا وواثق في الفوز. خديجه يوسف فريق تاني. احنا لسه في المباراه، لو حافظنا على نفسنا والثبات بتاعنا هنقدر نجيب واثق في الفوز ان شاء الله. حاجة الحظ هي اللي هتحدد كل مباراه مين اللي هيكسب. وبكده النتيجه 70 فضل الحديثه 115 خديجه يوسف. ودلوقتي مع عجلة الحظ. عجلة الحظ. عجلة الحظ في الموسم الثالث اتغيرت تماما، وممكن تقلب نتيجة أي ماتش. هيبقى عندنا سؤالين لكل مدرسة.
وزي ما كلنا شايفين على عجلة الحظ ممكن يبقى السؤال 5, 10, 15, 20, 25 أو 30 نقطة أو جوكر. الجوكر ده موضوع كبير جدا، الجوكر بتلاتين نقطة، والمدرسة اللي هتيجي عندها جوكر هي اللي هتختار موضوع السؤال. وأول حد هيلف العجلة نهى. اتفضلي يا نهى. نهى من خديجة يوسف، عشان خديجة يوسف هي اللي جاوبت على سؤال السرعة الأول. اتفضلي يا نهى. الجوكر. نهى جابت الجوكر. الجوكر بتلاتين نقطة، وكمان هيبقى من حقكم تختاروا. نهى عايزة تتسألي في ايه؟ جغرافيا. اختياركم جغرافيا. سؤال بتلاتين نقطة. جاهزين؟ ان شاء الله. لو معرفوش يجاوبوا يا فضل الحديثة هيبقى عندكم فرصة تاخدوا التلاتين نقطة كاملين. جغرافيا. والسؤال هو: كم عدد الجزر الرئيسية لدولة جزر القمر؟ رحمة ما فاتش غير ثانية. إجابتك 30,000. رحمة 30,000. إجابة خاطئة. جات لكم الفرصة تخطفوا 30 نقطة. شريف إجابتك 4. يعني من 30,000 تروح لـ4. كنتوا كام يا شريف؟ كنا 70. 70. هما كام؟ 115. 70. 100. إجابة صحيحة. أربع جزر رئيسية هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 100. فضل الحديثة 115. خديجة يوسف. مازن اتفضل عجلة الحظ. هنشوف مازن هجيب سؤال بكام. سؤال بكام بعد الجوكر؟ هنشوف السؤال اللي جاي في ايه. عشرين نقطة. سؤال بعشرين نقطة. لو جاوبتوا على السؤال ده هتبقوا 120. لو ما جاوبتوش خديجة يوسف عندها فرصة تجاوب. أدب. والسؤال هو: من مؤلف كتاب قصة حقيقية والذي صدر عام 2005؟ ترو ستوري. مين اللي ألف كتاب ترو ستوري؟ فاضل ثانيتين. منار إجابتك إيلون ماسك. إجابة مين؟ إجابتها منار. إجابة خاطئة. فرصة لو في إجابة. في إجابة ولا مفيش إجابة؟ رحمة. أدجر ويلس. أدجر ويلس. إجابة خاطئة. مايكل فينيكل هي الإجابة الصحيحة. النتيجة ما زالت 115 خديجة يوسف، 100 فضل الحديثة. ودلوقتي مريم. اتفضلي يا مريم. نشوف مريم هتجيب إيه. نوع جابت الجوكر، وهنشوف مريم هتجيب إيه. آخر سؤال لمدرسة خديجة يوسف. سؤال بعشرين نقطة. سؤال لمدرسة خديجة يوسف بعشرين نقطة. دعوات الجمهور. تاريخ. والسؤال هو: ما المدينة التي كانت تسمى القسطنطينية؟ ما المدينة التي كانت تسمى قسطنطينية؟ وجبتك اسطنبول. اسطنبول. 20 نقطة. إجابة صحيحة. 20 نقطة. وبكده النتيجة 135 خديجة يوسف، 100 فضل الحديثة. اتفضل يوسف آخر سؤال. آخر سؤال. المشكلة يا يوسف إن آخر سؤال حتى لو بتلاتين نقطة فكده خديجة يوسف كسبت. اتفضل يا يوسف.
20 نقطة. تفضل آخر سؤال بعشرين نقطة لمدرسة فضل الحديثة، والسؤال الأخير في الحلقة معلومات عامة، والسؤال هو: من هو الملقب بأبو البشر؟ من هو الملقب بأبو البشر منة الله؟ سيدنا آدم. سيدنا آدم بعشرين نقطة، منة الله إجابة صحيحة بعشرين نقطة. يبقى بكده النتيجة 120 فضل الحديثة هدلت خليجة يوسف 135. ألف مبروك وصلتوا لغاية 16. وبكده يبقى إجمال النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 255 نقطة، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 510 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 1,480,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. ألف مبروك فضل الحديثة هدلت، وإلى اللقاء مرة تانية مع العباقرة. شعور رائع طبعاً، كل واحدة فينا ساهمت بإن هي تنجح الفريق. أنا مش زعلان على قد ما إحنا خسرنا، بس إحنا عملنا سكور حلو قدام المدرسة التانية. الكاونتر أول ما كان بينزل ما كانش حتى بتعدي ثانية، هما كانوا بيخطفوا البازر على طول. شعور رائع بصراحة، لأنه كنت معهم في الجمهور في الموسم الثاني، وزعلت جداً إن هم خسروا.